أحمد الشقيري إعلامي سعودي شاب استطاع تغيير نظرة الشباب العربي للبرامج الهادفة من مجرد برامج مملة تقدم النصيحة بشكل مباشر ينفر منه المتلقي إلى برامج جذابة وممتعة تبث فيك روح الأمل والطموح في الحياة، ليكون أنجح إعلامي شاب في الوطن العربي وقدوة حسنة لملايين الشباب في الوطن العربي. ولد أحمد الشقيري في 19 من يوليو عام 1973 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أتم دراسته الثانوية ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على بكالوريوس إدارة نظم معلومات وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، ليعود بعدها إلى السعودية ويبدأ العمل بالتجارة. بداية الشقيري في مجال الإعلام تعود إلى عام 2002 ببرنامج يلا شباب، والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاع جذب هذه الفئة من الجمهور. وفي الأعوام التالية شارك الشقيري في برنامج رحلة مع الشيخ حمزة يوسف، والذي كانت فكرته مرافقة مجموعة من الشبان للداعية الأمريكي حمزة يوسف في رحلة دعوية. استطاع أحمد الشقيري بأسلوبه البسيط وتناوله لقضايا قريبة من الشباب أن يحظى بثقتهم، حتى جاءت المحطة الأبرز في مشواره، وهي تقديم برنامج خواطر الذي يعتبر استكمالا لمشروع بدأه من خلال كتابة مجموعة من المقالات الأسبوعية في صحيفة المدينة السعودية تحت عنوان خواطر شاب. وقامت فكرة البرنامج على تقديم قضية شبابية معينة في حلقة لا تتجاوز مدتها 5 دقائق، ومع النجاح الكبير للبرنامج قدم جزءا جديدا منه لتتوالى الأجزاء والنجاحات، حتى تم إنتاج 11 جزءا من البرنامج، كان آخرها عام 2015، ليحقق نجاحا ساحقا لا نظير له، يعود لأسلوب الشقيري الذي يتميز بالبساطة ومعالجته لقضايا الشباب والأمة بأسلوب عملي. قدم أيضا أحمد الشقيري برنامجا ناجحا آخر، وهو لو كان بيننا، تقوم فكرته على استحضار النبي محمد في الزمن المعاصر، فهو يهدف إلى تحقيق السنة النبوية في الأعمال اليومية في القرن 21. طرح البرنامج تساؤلا هاما، وهو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتصرف أو سيحكم على مواقف معينة في هذا الزمن لو كان بيننا الآن. لم يكن لدى الشقيري أحلام كبيرة، ففي طفولته تمنى أن يكون طبيب أسنان تخصص تقويم أو رجل أعمال، وانتهى به الحال بدراسة إدارة الأعمال. حياته كانت كحياة أي إنسان عادي، إلى أن مرت حياته بعدة نقاط تحول والتي أثرت على مسيرته بشكل كبير. فكانت أول نقطة تحول عام 1994 وهي الصلاة، ويقول عنها: ما زلت أذكر أول صلاة صليتها كانت صلاة العصر، وصليتها في البيت، ومن يومها بدأت الصلاة، وكنت في هذه الفترة موجودا في أمريكا. بينما ثاني نقطة تحول كانت عام 2000 عندما بدأ ترك تدخين السجائر والشيشة. ثم ثالث نقطة تحول عام 2002 وهي بداية عمله في برنامج يلا شباب. تزوج الشقيري من رولا دشيشة عام 1999، وهي مصممة أزياء سعودية، والتي صممت ثيابه في برنامج خواطر من اليابان المستوحى من التراث الياباني. رزق الثنائي بطفلين هما يوسف وإبراهيم. إلى جانب البرامج التي قدمها الشقيري، فهو يمتلك عدة مشروعات ثقافية يسعى من خلالها إلى إعادة أمة اقرأ إلى القراءة. ففي عام 2005 بدأ عدة مشاريع وقفية وغير ربحية، منها برنامج خواطر ومقهى أندلسي الثقافي في جدة، والذي هو عبارة عن سلسلة من محلات الكوفي شوب بالطابع الإسلامي الأندلسي، يوفر به كتبا للقراءة للجميع من أجل الاستمتاع بفنجان من القهوة مع المعرفة، كما تقام فيه ندوات وتجمعات. والهدف من هذه المشاريع تحسين وتطوير المجتمع بطريقة حديثة مقبولة لدى شريحة الشباب. وبعد مرور 7 سنوات ارتاء الشقيري مع مجموعة الفوزان والمركز الطبي الدولي وشركة أصول أن تنقل هذه المشاريع إلى المرحلة التالية عبر تأسيس شركة آرام الإحسان القابضة الغير ربحية،
والتي تسعى إلى نشر مفهوم الإحسان في المجتمع عبر إنتاج برامج تلفزيونية هادفة. فاز الشقيري بالمركز الأول كأقوى شخصية شابة مؤثرة في الوطن العربي، وفاز عام 2010 بجائزة أفضل شخصية إعلامية شابة، واحتل الشقيري المركز 43 بعد 100 في قائمة أكثر 500 شخصية عربية مؤثرة في العالم العربي. أحمد الشقيري نموذج مشرف من الشباب العربي الطموح الذي استطاع الجمع بين التدين والنجاح وخدمة المجتمع، وإفادته فائدة حقيقية ملموسة على أرض الواقع.